كمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال ان الحكومه قررت عن سعر استرشادي للمحصولين اللي بيدخلوا في صناعه السكر وهم قصب السكر والبنجر، السعر هيكون لقصب السكر 2500 جنيه والبنجر 2400 بخلاف بعض الحوافز الاخرى. كمان قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انه ده بيعتبر رساله مهمه جدا لتشجيع الفلاح على توريد هذه السلع الاستراتيجيه وتوريدها للدوله بسعر منافس، كمان هناك بعض الافكار بخصوص آلية السداد زي القطاع الخاص وما يقوم به من دعم الزراعه في مصر. قررنا ان احنا نعلن النهارده سعر استرشادي للمحصولين يعني المحصولين المهمين جدا اللي بيدخلوا في صناعه السكر وهو قصب السكر والبنجر فاحنا اتفقنا فعلا ان هيبقى السعر الاساس لقصب السكر 2500 جنيه. وايضا للبنجر 2400 بخلاف برضو عدد بعض الحوافز الاخرى اللي هتبقى موجوده اللي كانت بتبقى دايما بناخدها على الانتاجيه وعلى درجه الحلاوه ولكن هنا مهم شيء مهم جدا لانها رساله مهمه من الدوله ان انا بشجع الفلاح على توريد هذه السلع الاستراتيجيه مع زراعتها الى الدوله المصريه بسعر منافس ويمكن في بعض الافكار الاخرى اللي هناقشها في موضوع حتى اليه السداد عشان نبقى نسرع الخطى بوضع مبالغ ماليه في حوزه الفلاح وزي القطاع الخاص ما بيعمل. يعني احنا بنفكر في بعض الاليات هنعلن عنها قريب جدا قبل حتى ما يعني المحصول يبقى متاح ازاي ان احنا نشجع الفلاح على التوريد المبكر ان شاء الله في هذا الموضوع انا بدرسها مع السيد وزير التموين والزراعه والماليه بحيث ان احنا نشجع الفلاح لهذا الامر. إحنا ليه بنرفع الأسعار بهذا الكلام وبندي سعر مجزي علشان بيبقى البديل الفلاح إحنا النهارده الفلاح النهارده قصاد هذا الكلام لما بيلاقي إن في سعر غير مجزي الدولة ما بتديهوش بيروح يا إما بيزرع حاجة تانية يا إما بيدي المحصول بتاعه لمنافذ أخرى أو صناعات أخرى أو أنشطة أخرى